السلام عليكم ومرحبا بكم الناس الكل مع وصلتي جيمز في فيديو جديد. في فيديو اليوم باش نجاوبوا الناس اللي تسأل على طريقة لعب الفريندلي جيم او كيف تلعب مع اصدقائك. سو شباب كما نشوفوا من بعضنا، اولا ندخل على الماتش نلقاو ركن الايفنتس واللي يهم الاحداث وركن الاونلاين ماتشز. طبعا ندخل على الاونلاين ماتشز ثم نضغط على ماتش ميكينج سيتنجز اور جلاش دو ماتش ميكينج. ندخل نغير ضبط زون ماتش ميكينج وهنا سنجد ثلاث اختيارات. الاختيار الاول ايتوندغ زون ريشيرش، وهنا يعني انك تلعب ضد الاصدقاء او الاشخاص واللاعبين من بلدان مجاوره كمثلا الجزائر، المغرب او مصر. ثم نختار الاختيار الثاني واللي يعني انك تلعب ضد صديقة في نفس الحي او في نفس الشارع او في نفس القرية يعني او في نفس البيت مثلا. ثم تضعان الهاتفين بجانب بعض وتضغطان على بداية المباراة في نفس الوقت. وهكا شباب نكونوا شفنا مع بعضنا طريقة لعب الفريندلي جيم في لعبة الفوتبول 2022 موبايل. مع نهاية الفيديو ما تنساش الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو حتى يصل اكثر عدد من المتابعين.